تحرك جزائري لضم صاحب الجنسيات الأربعة في البريمير ليج. قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم فتح باب الاتصالات مع مايكل أوليز لاعب كريستيال بالاز الإنجليزي من أجل جس نبضه تمهيدا لضمه إلى كتيبة محاربي الصحراء. وحسب موقع كورة أن هنالك اهتمام من مدرب المنتخب الجزائري بالماضي بالحصول على خدمات بعض اللاعبين الجدد على غرار أوليز الذي ربط به اتصالا جديا لتحفيزه على تمثيل المنتخب الجزائري. ويرغب مسؤولي الاتحاد الجزائري في الإسراع بتحضير ملف اللاعب الذي يملك أصول نيجيرية من ناحية والده وجزائرية من ناحية والدته فيما يحوز الجنسيتين الإنجليزية والفرنسية. وتبدأ خطوات ضم أوليز للمنتخب باستخدام جواز سفر جزائري لها. وبرز أوليز بشكل ملفت مع كريستيال بالاز هذا الموسم حيث شارك 16 لقاء وسجل 3 أهداف ما جعله محط اهتمام منتخب نيجيريا الذي تواصل معه قبل الكان لكنه رفض الانضمام للنسور نيجيريا. اذا شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله، الى اللقاء.